الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت وزارة التخطيط في العراق ارتفاع مؤشر التضخم لشهر شباط الماضي بنسبة 0.7% والسنوي بنسبة 4%. وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة إن التضخم الحاصل جاء عقب انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي، مضيفا أن هذا الإجراء أدى إلى ارتفاع الأسعار والخدمات الأخرى، لا سيما أن معظم السلع الموجودة في الأسواق العراقية مستوردة. أعلنت وزارة الزراعة في العراق استمرار منع استيراد 23 محصولاً زراعياً ومنتجاً حيوانياً، وأضافت الوزارة أنها ستمدد الحظر على استيراد المحاصيل ممنوعة الاستيراد من كافة المنافذ الحدودية لوفرة الإنتاج المحلي منها في ظل غرق الأسواق العراقية بالمنتجات المستوردة. يأتي هذا بالتزامن مع غياب السيطرة الحكومية على المنافذ الحدودية وتواصل عمليات التهريب لا سيما مع إيران، ما يؤثر سلباً على المنتجات المحلية. أعلنت الحكومة في العراق منح شركة شلمبرجر الأمريكية عقداً بقيمة 480 مليون دولار لحفر 96 بئراً نفطية جنوبي البلاد. وأضافت الحكومة أن العقد يقل بنسبة 14.4% عن الكلفة التقريرية البالغة أكثر من 561 مليون دولار، مشيرة إلى أن إبرام العقد بما يعرف بنظام تسليم المفتاح، حيث ستتولى الشركة تسليم الآبار لتحالف نفط البصرة وأكسون موبيل، على أن تتحمل وزارة النفط الجوانب الفنية والمالية. يشار إلى أن عمليات التلاعب بالعقود النفطية الحكومية وبكميات تصدير المنتجات النفطية أدت إلى خسارة العراق مليارات الدولارات بموجب اتفاقيات وعقود بين شركات محلية ودولية وأطراف سياسية. ارتفعت أسعار النفط عالمياً بعد إعلان ميليشيا الحوثي استهداف منشآت نفطية في السعودية، إحدى أكبر منتجي النفط في العالم. وجرى تداول عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 59 دولاراً للبرميل بارتفاع نسبته 1.37% عن سعر الإغلاق السابق، فيما تم تداول عقود مزيج برنت عند 62 دولاراً للبرميل بزيادة نسبتها 1.18%. كما أثر تعطل حركة الملاحة في قناة السويس على أسعار النفط وأثار مخاوف من تأثر إمدادات الطاقة. قالت الغرفة الدولية للنقل البحري إن حادثة جنوح ناقلة في قناة السويس بمصر سببت خسارة مليارات الدولارات. وأضافت الغرفة أن قيمة الخسائر التي تسبب بها جنوح الناقلة إيفر جيفن على مدار يومين تقدر بست مليارات دولارات نتيجة تكاليف تأخير الشحنات المحملة على متن السفن والناقلات، موضحة أن الخبراء قدروا خسائر كل يوم تأخير في الشحن بكلفة تتراوح بين 0.6% إلى 2.3% من قيمة البضائع المحملة. من جانبها قدرت بيانات الشحن من شركة الويت ليست أن السفينة العالقة تؤخر حوالي 400 مليون دولار في الساعة من التجارة الدولية وفقاً للقيمة التقريبية للسلع التي تنقل عبر القناة يومياً، مبينة أن حركة مرور البضائع المتجهة غرباً تقدر بنحو 5 مليارات دولار يومياً شرقاً وغرباً وبنحو 4 مليارات دولار أخرى. ختام الموجز، دمتم بأمان الله.